أعلنت وزارة الداخلية عن مبادرة في محافظة أسوان لتحويل سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي مجانا. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم مشروع الهوية البصرية وتحويل محافظة أسوان إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة. الهوية البصرية اللي اتقالت ديت، احنا قلنا ان أسوان العيد بتاعها يوم 15 يناير، مش كده؟ مش عارف هل المعدة بعيد او ان احنا نقدر نعمل حاجة. كمثال، هدية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان، هدية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان، دول اللي معاهم ايه؟ معاهم الفلوس. يخلصوا لي الموضوع لو قدرنا قبل يوم 15، هنبقى كلنا فرحانين. تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان، بما يظهر عظمة الحضارة المصرية والتراث وطبيعتها وازدهارها، ويؤكد على أن أسوان أرض الذهب ومنبع الحضارة الإنسانية. أسواني أنا مش أي حد، أسواني أنا مش أي حد، أسواني أنا، أسواني أنا، أسواني أنا، أسواني أنا. أعلنت وزارة الداخلية عن مبادرة لتحويل سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين لتعمل بالغاز الطبيعي مجانا، كهدية من الوزارة لأهالي أسوان. احنا ركبنا الأنبوبة وركبنا دورة العربية كلها وتمام التمام ومية مية، وما فيش أي حاجة دفعناها للعربية. أشكر سيادة الرئيس اللي هو إيه وجه وزارة الداخلية على المبادرة دي. وزارة الداخلية الصراحة تكرمت وخدمتنا وقايمين بمجهود ذاتي، ما فيش أي حاجة. شكرا سيادة الرئيس على المبادرة الجميلة دي. أحب أشكرك للناس دي كلها برضو، شكرتك يا رئيس برضو، الناس دي كلها اللي قدامك كده شاكرينك. وقد قامت الوزارة بإعداد المراكز الفنية المخصصة لتلك المبادرة لمواكبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 15 من الشهر الجاري، في إطار مبادرة تحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة. أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قام به من مجهود، ونشكر وزارة الداخلية اللي هم تعبوا معانا وقاموا بالمبادرة دي، ودي مبادرة حلوة خالص. كركب الغاز الطبيعي في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونشكر سعادته جزيل الشكر على ما قدمه لنا. وأهل أسوان بيشكروا سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة الغاز الطبيعي. والله يعني يكفينا النظرة الجميلة لأسوان دي، كل يعني كل زيارة بنحس إن هو بيعمل حاجة جديدة يعني صراحة. تحيا مصر، متشكرين يا رئيس. مصر تقول لك على الصعيد، دول أصل الحكاية، في الماء والهدم وهزيد ألاقيهم معايا. كما أنشأت الوزارة محطة خدمة لرفع كفاءة السيارات بالمحافظة، تلك المبادرة التي أطلقها مجموعة من الشباب لتفعيل الهوية البصرية لأسوان، ووجه رئيس الجمهورية بتنفيذها، سوف تسهم في إبراز الهوية العريقة للمحافظة وطبيعة شعبها وشمسها ونيلها الخلاب ومعابدها ومعالمها وثقافتها وعظمتها، لترسخ تلك الهوية في أذهان زائريها، فهي تربط بين الحضارة والازدهار الذي تشهده مصر.